أبطال حبايبي، النهاردة هناخد حاجة جديدة. This هذا للقريب، that هذا للبعيد، this with that بتحب is، this with that بتحب is، يعني هذا يكون أو هذه تكون، بس ده القريب وده للبعيد. هذا للمفرد. اللي بعد كده ممكن أقول للجمع زيس زوس. طبعا عرفت زيس زوس، زيس وزوس بتحب آر، بتحب آر يبقى ده للجمع. زيس هؤلاء للقريب، زوس هؤلاء للبعيد. يبقى زيس وزات بتحب إز، زيس وزوس بيحبوا آر، زيس وزات بتحب إز، زيس وزوس بيحبوا آر. ده بالنسبة لهذا أو هذه، وهنا هؤلاء. زي مثلا سؤال this is a cat، هذه تكون قطة. ممكن this و that أحط بدلهم it لو هو غير عاقل، تبقى it is، يعني ممكن أقول it is a cat. لو أنا عايز أعمل سؤال بمعنى هل، فبعكس فببدأ بإز، إز ذس أ كات، يبقى أنا كده عملت سؤال، يبقى في الآخر question mark، هل هذه قطة؟ في الحالة دي أنا بجاوب احتمال الإجابة يا إما yes يا إما no. لو أنا بجاوب yes بعكس تاني، بقول yes this is أو yes it is، لأن دي غير عاقل، يبقى ينفع is this وينفع it is. لو no this isn't أو it isn't. تمام، yes it is no it isn't. برضو نفس الكلام لو أنا بتكلم ب that، لو للبعيد. بالنسبة للجمع بستخدم this أو زوس، يعني لو حاجة قريبة فبقول، وجمع فبقول this are my toys، يعني دي اللعب بتاعتي، واللعب جمع، عشان كده قلت these are، وواضح ان هم قريبين جدا. لو انا هسأل سؤال فبقول are capital letter، عشان بدأت بيها اول السؤال، are these my، هنا حضرات بتبقى your toys، هل دي اللعب بتاعتك انت، عشان انت قلت دول اللعب بتوعي، ففي السؤال بيبقى بتوعك. Are these your toys؟ احتمال من الإجابة، الإجابة احتمال واحد من اتنين، yes these are، وينفع these تبقى they كمان، وthey بتاخد are لأن دي جمع، yes they are، وينفع these are أو ينفع الضمير بتاعها هم يكونوا they are، yes they are. لو no no they aren't، no they aren't أو no these aren't. تمام، ده بالنسبة للسؤال ب R. يبقى تاني this with that بتحب is، هذا يكون للقريب، this is that is للبعيد، these are هؤلاء يكونوا للقريب، those are للبعيد. لو أنا عايز أعمل سؤال للمفرد بسأل ب is this أو is that. لو أنا بسأل سؤال للجمع are these، هل يكون هذا هؤلاء، أو are those هل يكونوا هؤلاء، والإجابة زي ما أنت شايف كده، لو مفرد yes it is no it isn't، لو جمع yes they are no they aren't. Good luck.